زعلانة مني يا زينب؟ لا يا بابا، أنا لا يمكن أزعل من حضرتك أبدا. لا أنت زعلانة. لا يا بابا، أنا مش زعلانة ولا حاجة، بس أنا مش فاهمة. أنا فهمت. الولد ده أنا أعرفه كويس، أنا قابلته أكتر من مرة. أنا يمكن معرفش إنه ابن بكر سلمان، بس يكون أبوه وقف جنبي ولا ساعدني. ده مش معناه إن أنا أغفل للولد ده اللي عمله واللي شفته بعينيا. طب إيه اللي عمله خالد يا بابا؟ وحضرتك شفته فين؟ شفته في كل الأماكن اللي ما يصحش يكون فيها. شفته سكران وبيتخانق في الديسكو، وشفته في الاسم مقبوض عليه، وشفته وهو بيشرب مخدرات. والأهم من كل ده يا زينب، الإنسان اللي أنت عايزة ترتبطي بيه ده دمر حياة بنت مسكينة أكبر مني بسنة واحدة. طب وإيه اللي خلى حضرتك تروح الأماكن دي؟ كنت بنقذ البنت دي من الولد ده. والبنت دي طبعا نانسي، مش كده؟ أيوة زينب كده. حتى لو كان خالد عمل كده فعلا يا بابا، ليه ما تقولش إن نانسي هي اللي غلطانة مش خالد؟ تفتكر حضرتك لو بنتك زينب مكان نانسي كانت هتلاقي نفس المصير ده؟ لا طبعا. ليه؟ علشان انا ربيتك على الاخلاق والفضيله. نانسي يا بنتي حظها وحش، ما لقيتش الاب اللي يربيها ويعلمها ويوجهها للطريق الصح. انا مش عارفه حضرتك بتدافع عنها كده ليه، مع انها غلطانه. ليه بتحمل خالد كل المسؤوليه؟ ليه ما تقولش ان هي اللي شجعته على كده؟ عشان البنت جواها نظيف وكويس، انا متاكد يا زينب. وايه اللي مخلي حضرتك متاكد قوي كده؟ عشان انا عارفها كويس يا حمود، وانت عارفه حكم على الناس. عموما يا بابا، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه حضرتك مش راضي عنها. انا قفلت الموضوع ده خلاص، لانك اغلى حد عندي في الدنيا كلها. اتفضل. المرة دي انا جايلك لوحدي ومن غير ما بابا يعرف. يا اهلا وسهلا. انت كنت بتذاكري؟ لا يا حبيبتي، انا بقرا كلمتين بس بنعوض اللي فات. يعني مش عايزه اكون عطلتك. لا لا خالص، يا ريت تعطليني، ده انا قاعده في حبس انفرادي. نانسي، لو سالتك سؤال ممكن تجاوب عليه بصراحه؟ صراحه ده انا مدام. تفتكري لو حبيتي انسان والانسان ده ما حبكيش، تفتكري يبقى مذنب ويدفع ثمن انه ما حبكيش؟ بابا قلقها ولا ايه؟ هو مصطفى ده مبدل شربته شويه. تشربي ايه يا زينب؟ تشربي ايه يا حبيبتي؟ ولا حاجه، ما ردتيش عليا. عرفتي؟ ايوه. هو اللي قالك؟ ايوه. حتى لو ما حبنيش يا زينب، كفايه ان انا افضل احبه. انا مش عايزه من الدنيا حاجه غير ان افضل احبه. حتى لو حبك ليه كان عقبه في طريق مستقبله وحياته؟ انا عمري ما فكرت اكون عقبه في حياته، بالعكس والله العظيم ما بتمنى لحد انه يبقى سعيد ومبسوط قد ما بتمنى له. انا كنت متاكده ان انت انسانه كويسه وهتقفي جنبي. انا مستعده انفذ لك اي حاجه تطلبيها مني. انا عاوزاكي تقنعي بابا. بايه؟ ان انتي ما بتحبيهوش. هو لسه حاسس ان انتي بتحبيه، وده محسسه بالذنب من ناحيتك. انتي عايزاني اقنع ابوكي باني ما بحبوش؟ ايوه تقولي له كده، تقولي ان هو كان بالنسبه لك مجرد صديق واخ، وعمرك ما فكرتي فيه كزوج او حبيب. وصدقيني انا وخالد هنشيلك الموقف ده. خالد؟
خالد مين؟ نانسي، من فضلك ما تلعبيش بيا، انت عارفه كويس انا بتكلم على مين. لا وحيت ابوك واحده واحده كده عليا عشان انا غبيه. انا مش فاهمه حاجه، ايه دخل خالد بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ انا وخالد بنحب بعض وعايزين نتجوز، وبابا رفض الموضوع ده تماما بسببك انت. وانت عرفتي خالد ده منين؟ دي حكايه طويله، بس المهم ان انا عرفته. ايوه بس انت وخالد والله العظيم ما صدق. واضح ان انت لسه بتحبيه. حبه ايه؟ ولا استظرفته حتى. الله، امال بابا ليه مصر على الرفض؟ ليه محسسني انا باخد خالد منك؟ يا زينب خالد ده ولا يفرق معايا اصلا. لا اله الا الله، الفهولك في ورق سلوفان وابعتهولك على البيت دليفري. امسكي يا حبيبتي، امسكي بلاش عشان تطري على قلبك، اصله تقيل قوي يا حبيبه قلبي. امسكي نانسي، انا بتكلم بجد دلوقتي. وانا كمان بتكلم بجد يا زينب، مفيش حاجه بيني وبين خالد. خلي بالك من الواد خالد ده مش سهل خالص. انا مش بكرهك فيه ولا حاجه، يمكن يكون ربنا هداه ورضي عنه وحبك، بس برضه خدي بالك. المهم دلوقتي هتكلمي بابا ولا لا؟ طبعا هكلم باباكي. هو باباكي ده يقدر يرفض لي طلب؟